المواضع في شنك والاسعار رجعت غليت من تاني. مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء صباح الخير لحضراتكم، واهلا وسهلا بيكم في تغطيه جديده من داخل سوق السمك بمدينه شبين الكوم بمحافظه المنوفيه. بعد انتهاء حمله المقاطعه للاسماك رجعت الاسعار يعني من جديد كما كانت، وارتفعت الاسعار، وبالرغم من ارتفاع اسعارها اللي انا شايفين اقبال كبير جدا على شراء الاسماك بمختلف انواعها هنا في شادر السمك بمدينه شبين الكوم بالمنوفيه. كل الاسماك موجوده لكن الاسعار اتحركت ارتفاعا. خلينا ناخد جولنا مع حضراتكم ونشوف الاسعار عامله ايه، ونشوف الزحمه دي كلها على ايه، وايه اكتر انواع عليها اقبال. شايفين الحقيقه الزحمه كبيره جدا النهارده غير المعتاد. انا عايزك تقول الاسعار اللي عندك ايه؟ سكه ولغوه. قول لي كده الاسعار اللي عندك ايه؟ جمش بس وش. قول لي كده يلا بينا. ماشي معاك اللوت اهو 200 جنيه، اللوت سردين 65 واحدة واحدة، اللوت 200 السردين كام؟ 65 و120. 65 و120. جمبري 80. جمبري 80. 180 بوري، وده برضه 180. 180 البوري الكبير، وده كام؟ 180 برضه نفس السعر. الكابوريا ايه؟ 120 قول 100. الكابوريا 100. في قشر بياض عامل 70 جنيه. قشر بياض 70. مبروكه 50. مبروكه 50. وفي لوت وفي موسى عامله 100. سمكه موسى 100. وفي تونه بولميته هناك 70 جنيه. جندوفلي الكيلو ب 80. الجندوفلي الكيلو ب 80. مرجان 100. والمرجان ب 100. والبولت النهارده عامل كام؟ 75 بس. 75. 75 الغلابه بتاعته. اقبال كبير على شراء الاسماك التانية نزلت من 80 ل 75. اقبال كبير على شراء الاسماك بسوق السمك بشبين الكوم بالمنوفيه النهارده، في اقبال كبير جدا الحقيقه بالرغم من ارتفاع اسعار الاسماك. السلام عليكم. الاسعار اللي عندك عامله ايه؟ الاسعار عندك هنا عامله ايه؟ اسعار كويسه. 300 340 جنيه الكيلو. ايضا احجام في الحجم ده 320، في الحجم ده اكبر شويه 340، الحجم ده 360، 370. عاملين طاولة مستقلة للجمبري بادئ من 320 لحد 370. طبعا كل ما الحجم بيكبر الأسعار أيضا بتزيد بالنسبة لسعر الكيلو. بكام التونة يا عمو؟ بكام التونة؟ 150 و140 و100. 150 فين و140؟ 115 جنيه. 140 وب 100. التونه بدأ ب 150 الحجم الكبير، والحجم الوسط 140، والحجم الصغير 100 جنيه. السعر عندك عامل ايه؟ السعر تمام. كام الكيلو؟ خش على عم رجب اهو. قول لي بس اللي معاك ده بكام؟ شوف بس عم رجب اهو. خدت انا من عنده السعر، عندك بكام السعر عندك؟ كام الكيلو معاك؟ 100. انا هنا جديد انا ما اعرفش حاجه. انتهت الدنيا كلها. البولتي وجمال البولتي، الزحمه كتيره جدا على البولتي، معاكم شايفين اكتر حاجه الناس كلها تيجي تسال هنا البولتي. اسعار البولتي النهارده 75 و80 جنيه بالرغم من ارتفاع الاسعار، كان وصل ل 70 جنيه وعاود الارتفاع مره اخرى، لان الاقبال كبير جدا على شراء الاسماك بسوق السمك في المنوفيه.
شغالين هنا منذ الصباح الباكر الحقيقه، يجي لهم اعداد كبيره جدا من الناس. المكان في شبين الكوم جنب المحطه القديمه بالمنوفيه، اقبال كبير على شراء الاسماك والبلطي النهارده 75 و80 جنيه. كان بدأ في النزول، لكن الحقيقه بعد انتهاء مقاطعه الاسماك بدأت الاسعار تعاود الارتفاع مره اخرى. زحام كبير جدا كما ترون، وكما تعكس الكاميرا لحضراتكم على سوق السمك والشراء، لكن البلطي اكتر حاجه هنا عليها اقبال كبير جدا. احجام مختلفه للبلطي وكميات كبيره جدا عشان تكفي النهارده الاقبال الكبير للزبائن النهارده اللي جايه من كل مكان في العاصمه شبين الكوم بالمنوفيه وايضا الكره المجاوره. ارتفعت الاسعار مره اخرى بعد انتهاء حمله مقاطعه الاسماك، لكن بالرغم من ارتفاع الاسعار الا ان برضو في اقبال كبير جدا على الشراء. بدايه من 80 جنيه 8 كيلو البلطي اللي عليه زحام كبير جدا، والجمبري بطاوله مستقله واحجام مختلفه بادئ من 320 لحد 370 جنيه الكيلو. ب75 و80 جنيه كيلو بولت النهارده في اسواق السمك بمدينه شبين الكوم بالمنوفيه، واقبال كبير ايضا على الشراء بالرغم من ارتفاع اسعارها. كم الرنجة؟ رنجة كم غير؟ رنجة كم؟ كيلو الرنجة 130 جنيه، أيضا الحقيقة باعوا كمية رنجة كتير النهاردة جدا بمناسبة شم النسيم. الإقبال تاريخي الحقيقة النهاردة على شراء الرنجة والفسيخ أيضا بجانب الأسماك. كل عام وإخواتنا مسيحيين بألف خير بمناسبة عيد القيامة المجيد. إقبال كبير على شراء الأسماك بسوق السمك بشبين الكوم بالمنوفية كما ترون وكما تعكس كاميرا حضراتكم. كميات كبيرة من الأسماك موجودة لتلبية احتياجات الجميع اللي جايين بأعداد كبيرة جدا النهاردة لشراء الأسماك. كيلو البلطي النهاردة ب 75 و80 جنيه الكيلو، والمقاطعة طلعت في شنك والأسعار عودة الارتفاع مرة أخرى بعد انتهاء حملة المقاطعة. ايش
105 و 23.